مبشرا ارسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم وباقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شحلة الحكم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الاحسان والكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون لقد حضرنا جميعنا في احتفال صانع الأولياء المجدد الأعظم السيد الحاجي نوشا گنج بخش قادری رضی اللہ تعالی عنہ و کلنا سمعنا الى کلام العلامہ الخطیب الشہیر محمد انصر القادری وقد القى الینا کلامہ تولول قلوبنا الكلام تولول قلوبنا وقد رأيت أن جميعنا قد استمع إلى كلام العلامة ففرحنا بكلامه وربنا يجزيه على تقديم كلامه وجهده فيما جاء به ونحن جميعنا تحت ظل الشيخ الكبير الإمام إمام الدعاة مدخل للعلماء للإنجلترا وهو شيخنا السيد معروف حسين شاه العارف القادري النوشاهي زيد مجده ومعه ابنه ربنا يحفظه ويفتح عليه جميع أبواب العلم ونحن جميعنا اليوم في احتفال شيخنا وقد عرفنا أن الشيخ رضي الله تعالى عنه عاش منذ فترة طويلة في باكستان وكان الزمان اللغة البنجابي والفارسي وأريد أن أقدم لكم بعض الأشعار باللغة الفارسي وأود أن تقرأوا جميعكم معي الكلمة رنمل الشريف لأن رنمل الشريف هو مقام محبوب لدينا وكلنا نحب المكان المبارك رنمل الشريف وسأقدم لكم بعض الأشعار وفي كل شعر الكلمة رنمل الشريف وعندما أقول رنمل الشريف أريد أن نقرأ جميعنا رنمل الشريف فالشاعر يقول برزمي شد همسرے خلد بری رنمل الشريف برزمی شد همسر خلدے بری جمیعکم رنمل شریف قولو رنمل شریف ربنا يرحم علينا
بری ہست مدفن کا ہے آن و شاہدی شد مشرف از قدم ہائے امام الاولیاء زی سبب شد ناز شیخ دے بری قولوا جميعكم رن مل شریف قولوا جميعكم رن مل شریف رن مل شریف رن مل شریف بحر عالم تاب عرفا شاہ نوشا گنج بخش شد اقامت گاہ آ مہد مبی شد غروب آ افتاب علم و عرفا اندروں دولت صدقو یقین را شد امیرن رن مل شریف سید ہاشم شاہ دریا دل کہ بود قطب زمان ہست مدفن گاہ آ سلطان دی رنمل شریف اختیار کرد از بحر اقامت گاہ خیش آ حقیقی وارث سے نوشاہ دی رنمل شریف نوشاہ ثانی شاہ والا گوہر خواجہ سعید شد نہادر خاک تو آ نازنی رنمل شریف سید ابراہیم شاہ سلطان ملک معرفت رفت از تو جانب خلد بری رنمل شریف حاکم ملک حقیقت خواجہ ملک شاہ گرد نامت را بلند آ ماہر جبی رنمل شریف شرف بخشیدہ ترا سلطان دی سید حسن بافریہ گشتہ زی ہم نشین رنمل شریف زندہ جاوید شد نامت بعالم تا عبد از تو فیلے ای شہان ملک دیم رنمل شریف و فی الاخیر یقول قصندیدہ تاکو اندر جہان رنگ بو ہیچ جا مدفون گنجے ای چنی رنمل شریف آرزو دارت کے از خاک در نو شاہدی آرزو دارت کے از خاک در نو شاہدی سرمائے سازد صابر زارو حضیر رنمل شریف فا المکان رنمل شریف محبوب لدینا جمیعنا لأن الشیخ حضرت الشیخ سیدنا نوشاغن مخقادی رضی اللہ تعالی عنہ هو صاحب مکان رنمل شریف و بینت لکم آیا من القرآن الكریم فهذه الآية جاءت مرتين في القرآن ومن القائل مرة إبراهيم عليه السلام ومرة يوسف عليه السلام فقال وألحق بي بالصالحين عندما دعا ربهما فقال وألحق بي بالصالحين فأشار إلينا ربنا أن الإلحاق بالصالحين هو مهما جدا لماذا؟ لأن الهداية متعلق بالصالحين عندما نجلس مع الصالحين ونكون مع الصالحين فالهداية نحصل عليها كيف نحصل على الهداية؟ بأيدي الصالحين ولا يمكن لنا أن نحصل على الهداية بدون أن نجلس مع الصالحين عندما نجلس مع الناس الفاسقين نحصل على عذاب الله وعندما نجلس مع الصالحين نحصل على رحمة الله وهو المطلوب قبل أسبوعين جاء عندي رجلان قبل أسبوعين جاء عندي رجلان وهما ابن العالم المتوفى والدهم كان عالما كبيرا في هولندا وكان يخطب وكان يعلم الناس وعندما كنت صغيرا رأيته كان يعلم الناس وكان يخطب على المنبر وكان يعمل في المساجد كان مدرسا عالما ولكن توفي قبل 15 سنة وابنهما جاء إلي فقال الابن الأكبر هذا أخي صغير وقد ذهب إلى بعض الناس ليتعلم الإسلام والآن يقول يا أخي لماذا تقول يا رسول الله
ولماذا تقول يا علي؟ ولماذا تقول يا غوث العظم؟ لماذا؟ لا يجوز هكذا. ويقول أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن نورا، لم يكن نورا، كان بشرا. فكلمت هذا الأخ وقد وضعت أمامه بعض الأدلة من القرآن والسنة على هذه المسألة، فقال لا، فقال لا، سأسأل أستاذي الذي يعلمني، سأذهب إليه وأقدم له هذه الكلام، وعندما يرى إن شاء الله سنرى. فقال الأخ الوالد كان يخطب على المنبر وكان يقول للناس جميعا: قولوا يا رسول الله، قولوا يا غوث العظم، قولوا يا علي. وكان دائما يقول أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو نور عظيم. ولكن أنت جئت بكلام عجيب، بفكر شريف. فالوالد كان يفهم القرآن وكان يفهم الناس القرآن، فلماذا لا تتبع الوالد؟ فقال ربما كان الوالد على الخطأ، ربما كان الوالد على الخطأ. فقلت لهذا الأخ: الوالد توفي، وأين ذهبتم؟ والدكم قال له شيخا وشيوخا، ولكن أنتما من شيخكما؟ هل لديكم شيخ؟ هل وضعتم أيديكم في أيدي الشيوخ؟ قالوا لا. فقلت من هنا أخطأتم، أخطأتم في هذا المسألة، لم تلحقوا بالمشايخ. فالعقيدة مهم جدا، أهم من الأعمال، من الصلاة والصوم والزكاة ومن كل الأعمال العقيدة. عندما يكون عقيدنا محفوظا ستنفعنا أعمالنا، ولكن عندما حدث لدينا خطأ في العقيدة فليس لدينا أي شيء في الأعمال. فقلت: لو كان لديكم شيخا، لو كان لديكم شيخا لكان عقيدتكم محفوظا من كل شر. قالوا: كيف؟ قلت: يوما كان شيخنا سيدنا عبد القادر الجيلاني جالسا وقد ذكر بعض الإخوان الحلاج، سألوا عبد القادر الجيلاني عن الحلاج، قالوا: حلاج منصور بن حلاج هل كان على الحق أو كان على الخطأ؟ فقال عبد القادر الجيلاني: منصور الحلاج كان على الحق، ولكن لم يكن له شيخا يهديه. ولو كان منصور في زمني، ولو كان جد منصور في يدي، لغسلته إلى البيت كما يسن الأب ابنه إلى البيت. لو كان يد منصور في يدي لوصلته إلى باب البيت ودخلته البيت بدون أي مشقة ومصيبة وكان محفوظا، ولكن لم يكن له شيخا. فحصل الأمر هكذا. فالمهم أن يكون شيخنا شيخا، يكون شيخا ليس اسما ولكن فعلا يكون شيخا كشيخنا هذا. فعندما يكون لنا شيخ، فهل شيخنا ببحثه؟ هل ليس معه أحد؟ لا لا، شيخنا السيد نوشاكن بخش قال: عندما سيمشي أولادي في الدنيا وهم يخدمون الدين سأكون مع
فطرتي مع حفيد. وشيخنا هو حفيد سيدنا نوشابن بخش قادري. وماذا فعل في الصعيد سنين رأيتموه؟ قد بنى مساجد، مدارس، مراكز ويخدم الدين. فسيدنا نوشابن بخش قال: إنما يخدم أولادي الدين سأكون معهم جميعا في كل وقت وفي كل حين، في كل وقت وفي كل حين. فأقول لكم جميعا أن الشيخ سيدنا نوشابن بخش قادري رحمة الله تعالى عليه موجود في يومنا هذا، موجود في وقتنا هذا، وهو موجود مع شيخنا في كل وقت وفي كل حين. سبحان الله. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا حضورنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكتب لنا كل وقتنا مع الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والذراع والعلم دافع البلاء والوباء
معطر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راهد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي كرم فرما مصطفى کے واسطے مشکلیں حل کر سبھی مشکل کشا کے واسطے حسن بصری و حبیب اجمی و حضرت شاہ داؤد خواجہ معروف کرفی با صفا کے واسطے شاہ سری سقطی جنید و شیخ شبلی بلفضل بلفرا و بلحسن شاہ اولیاء کے واسطے چشمہ رشد و ہدایت خواجہ مہ حسین غوث اعظم پیر پیران رانما کے واسطے سید عبدالوہاب و سید صوفی با کمال عارف حق سید احمد پیشوا کے واسطے سید مسعود حلبی اور سید شاہ علی حضرت شاہ میر قبلہ بیریا کے واسطے سید شمس الدین اور سید محمد غوث شاہ شاہ مبارک حضرت معروف شاہ کے واسطے شاہ سلیمان و مجدد سید نوشہ ولی شاہ حاشم شاہ سعید پرضیاء کے واسطے سید ابراہیم سید ملک شاہ سید حسن اور مران شاہ محمد مقتدی کے واسطے سید السادات قطب اولیاء بحر العلوم شاہ چراغ دین محمد پارسا کے واسطے مطلع انوار وحدت پیر سید بلکمال یعنی حضرت برقشائے بارضا کے واسطے سالک راہ طریقت واقف اسرار حق سید معروف عارف محتدا کے واسطے یا الہی باب رحمت ان بزرگوں کے طفیل کھول دے بے کس غریب و بے نوا کے واسطے التجامی اسکین کی میرے خدایا کر قبول عارفان سلسلہ نو شاہیہ کے واسطے وقت ذکر اولیاء و طاہر احمد کا نزول یا الہی او میرا یہ ذکر نو شاہی قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم ومنبال علم والحلم والحکم وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سقان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كروس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي
شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في خضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ فمن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بتراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق مين لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكسر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخفت الله ربي عقاني رفعة نلت المنالي قبولي في السماء والأرض دكت وشاهوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقدي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي قل آلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمالي مريدي لا تخف واش فإني عظوم قاتل عند القتال أنا الجيني محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخلى مقامي وأقلامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال مصطفى جان رحمت بلا روح سلام شمع سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھے سب ساتھیوں سے گزارش سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بیٹھ لیں تھوڑی دیر کے لیے جب پیر صاحب فرمائیں گے تو پھر کھڑے ہو جائیں آخر میں کھڑے ہو گئے سب میں مصطفیٰ جانِ رحمت